نحن الآن في متنزه الغابة الجنوبية، متنزه الغابة الجنوبية اللي واقع في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، يضم العمل إنشاء خزانات لسقي الأشجار وكذلك منظومة ري بالتنقيط. وضمن اللجنة حرصت على الحفاظ على خصوصية الغابات اللي لها مكانة كبيرة لدى سكان مدينة الموصل، فضمن الأعمال مشروع زراعة 14,000 شجرة و 3,000 نبتة زينة، هذه كلها ضمن فقرات المشروع. أيضا المشروع يضم ملاعب أطفال ومضمار للركض وكذلك بارك للسيارات بسعة ما يقارب 200 أكثر من 250 سيارة. العمل حاليا في مراحل متقدمة، يشمل العمل حاليا رصف مادة البيهارتون وكذلك الشبكة الوطنية. نحن حاليا متعاونين مع دائرة كهرباء نينوم لغرض الربط الكهربائي. الأعمال الكهربائية تشمل 280 عمود إنارة مختلف الأطوال لتغذية الكثافة الضوئية داخل المتنزه. الحمد لله نحن لا توجد معوقات حاليا، الشركة متعاونة وكذلك نحن حاليا بصدد رفع المخلفات وتسوية ترابية لكافة أعمال المتنزه.